هاخد من ده استاذ محمد واكلمك في نقطه مهمه جدا اتكلم عليها محمد صلاح، التعصب. الاجواء كانت ايام حضرتك ازاي والتنافس كان الاهلي والزمالك والاتحاد العلاقه الجماهير وعلاقه اللعيبه ببعض، كان في نوع من انواع التعصب الموجود دلوقتي ولا انت شايف الموضوع اتغير بشكل كبير؟ لا، هو ما كانش فيه بصراحه، الموضوع اتغير جدا جدا وخد طريق غير الطريق المستقيم بتاعه، وخاصة الفيسبوك والكتابة والحملات اللي هي بتبقى ناس مغرضة وكده. لكن احنا كنا لعيبة بنحب بعض، وكنا الاهلي والزمالك قاعدين مع بعض، واهلي والاتحاد، وكنا برضو نفس العملية. لكن التعصب اليومين دولت تعصب زاد جدا جدا جدا، وده بحاجة يعني بتخلي الصورة بتاعت صورتنا حلوة، بس بتخليها الصورة مش كويس، بتعكس صورة غير سليمة عن يعني طبيعي. حضرتك يا كابتن كنت هداف الأولمبياد في يوم من الأيام، وافتكر برضو أن السوشيال ميديا وجزء من التعصب اللي احنا فيه ما بين الجماهير والمشاحنات جزء كبير قوي عملها السوشيال ميديا. لو كان بقى على أيام حضرتك وبحق الإنجاز ده، كانت هتفرق في ان هي تلفت النظر للدور ده وللعيب الكبير ده؟ لا والله الحمد لله، يعني احنا برضو خدنا قدر كبير جدا من حب الناس، وطبعا النادي الاهلي بيلمع اي حد وبيزود البريق عند اي حد، والحمد لله يعني كان دافع لينا ان احنا نحقق اكتر. وكل ما كنت انا اجيبها مثلا زي هداف ابقى اتمنى الدوره اللي بعديها، والحمد لله انا كنت هداف جميع الدورات العربيه، دي حقيقة. الافريقيه، اللي يعني حتى الاولمبيات الحمد لله، وكاس العالم برضو عملت فيه ريكورد كويس. بس هي ما احترقتش ليه يا كابتن؟ والله جالي برضو، بس زي احمد برضو، بس فضلت النادي الاهلي. انا فعلا جالي وانا فضلت جالي وانا فضلت ان انا اتنقل من نادي القاهره للنادي الاهلي. هو ده بس الانتقال الوحيد اللي حصل في حياه كابتن محمد السلام. يعني الاحتراف جالك يا كابتن قبل كمان يعني وانت بتلعب في نادي القاهره كان جالك عرض احتراف؟ ومن خلال نادي القاهره على فكره طلعت احترفت موسم قبل ما اروح النادي الاهلي في الامارات. والله كان سنك كام يا كابتن؟ كنت لسه يعني كنت حوالي 18 19 سنه. يعني يعتبر برضو سنه صغير ما شاء الله يعني. فمن خلال نادي القاهره يعني كنت لسه ما انتقلتش الى النادي. بس كنت كاساسي في منتخب مصر ان شاء الله. وبعد ما لعبت مع منتخب افريقيا برضو جالي عرض، بس برضو فضلت ان انا بقاء في النادي الاهلي.